السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامج الكلمة لك، هذا البرنامج الذي نناقش فيه قضايا تهم وطننا الغالي. تحت راية الجريمة استدعت ميليشيا الحوثي ومرتزقة المخلوع قوتها وعناصرها وحقدها الدفين وهمجيتها، وتحت بند البربرية ترعرعت أفكارها الشيطانية وأدواتها الوحشية وممارساتها الموبوءة بالقبح والإرهاب والقتل والدمار والخراب. تعز تذبح بقذائف الانقلابيين القتلة، تعز تنزف دما ووجعا وخوفا، تئن من حصار خانق يستهدف كل شيء يمت للحياة بصلة. لماذا كل هذا الحقد والانتقام بحق تعز وأبنائها؟ لماذا تتعمد الميليشيا الإرهابية استهداف هذه المدينة التي تعج بنحو 1.5 مليون إنسان؟ هل تستحق مدينة هي شعلة النضال والعلم والثقافة والمقاومة كل هذه الجرائم؟ ما الذي يجب على الجميع فعله تجاه أبناء تعز ومقاومة تعز وصمود تعز ونضال تعز؟ اليوم سنناقش ونستقبل آرائكم مشاهدين الكرام عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة، وأيضا عبر هاشتاج الكلمة لك سواء في فيسبوك أو تويتر أو عبر صفحتنا على الفيسبوك عن تعز. لماذا كل هذا؟ لماذا تتعرض تعز لكل هذه الهمجية والبربرية الحوثية العفاشية؟ لماذا كل هذه الجرائم؟ لماذا كل هذا الحقد والانتقام ضد هذه المدينة المقاومة المناضلة؟ يعني علم العلم والثقافة والمقاومة. نستقبل مشاركاتكم هنا طبعا في صفحتنا على الفيسبوك، في صفحة الكلمة لك. أسامة أحمد الجبري يقول: إلى متى هذا التقصير؟ يتساءل ويقول: إلى متى هذا التقصير يا حكومتنا ويا دول التحالف؟ تعز تباد مجازر بشعة بحق أبناء تعز، تعز تستغيث فهل من مغيث؟ هشام أحمد يقول: من المعروف أن تعز عصية على الحكم السلالي العائلي، رافضة ولو كلفها ذلك الإبادة ما ارتكبه الحوثي وعفاش من مجازر على هذه الحالمة، فاق وتعدى جرائم الصهيونية إنجازا للتعبير. تعز ستقاوم، تعز ستصمد رغم الصمت الدولي والحكومة الشرعية، تعز ستكسر أيادي الطغاة القتلة، النصر آت من الله. عبد الله عفيف يقول: كل هذا متوقع ويؤكد مدى الحقد والانتقام من تعز الثورة، ليس غريب على هذه العصابات، فقد أحرقوا ساحات الشباب عام 2011 والآن جاء دور تعز المدينة، حسبنا الله ونعم الوكيل. سنواصل استعراض المشاركات عبر صفحتنا على الفيسبوك عن تعز. معي اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك يا أبو مشير الحسامي. موضوع حلقتنا لهذه الليلة عن تعز، لماذا كل هذا القصف المسعور من قبل ميليشيا الإرهاب الحوثية ومرتزقة المخلوع بحق تعز؟ يا أخي تعز، هذه تعز الحالمة، تعز هي الأبطال، هي قلب الثورة والأبطال، هي النساء أنجبوا الأبطال، الشيوب أنجبوا خلفوا أطفال، تعز الأرض أنبتت أطفال، الماء حقا يعني شربوا أبطال منها، من حمود سعيد إلى غيره، إلى عبد الصادق سرحان، إلى كل بطل، إلى كل فرد. إنما هو الأنانية والحقد والكراهية عديم من الإنسانية، عديم من الدين، عديم من المروة، قليل من الإنسانية، لا عندهم لا دين ولا مبدأ ولا إنسانية ولا ضمير ولا أي، يعني لقصف الأطفال، قصف المنازل، محاصرة الأهل، محاصرة تعز. والله انه عبد رب منصور مشارك في جريمه، في جرائم قتل تعز يا عبد القوي، انه مشارك بحاح، اعرف ان الحكومه نعم. وعبد رب منصور انهم مشاركين في قتل ابناء تعز. يا ابو مشير اعتقد انك عبد القوي الحسامي. نعم عبد القوي. لماذا طبعا البعض يقول حينما تتعرض الميليشيا الى
إلى هزيمة من قبل رجال المقاومة تصب جام غضبها على المدنيين. ما قصروا هم دحين الحقد يرجع على المدنيين، لأن المقاومة كبدتهم خسائر ولقنتهم درساً لن ينسى. إذا وصلت للملك نعم. حفظه الله، الله يحفظه وشعبه وجيشه وأمنه والرجال ودول التحالف. وأن ما عبد رب منصور هادي إنه قدار والله إنه حاقد على تهال يا عبد القوي الجميع يا عبد القوي أرجوك أنت يعني نحن لا نحاول أولا أن نكون صفا واحدا، لا ندع للشكوك والظنون تفتك بنا. الرئيس يؤدي دوره، حكومة بحاح تؤدي دوره، طبعا نحن نطالب منهم المزيد والتحالف العربي يؤدي دوره، نحن نطالب منهم المزيد من الدعم والمساندة لتعز حتى تصمد، حتى تكسر هذا الحصار، حتى تطرد هذه هذا الورم السرطاني من 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 على مشارفها. معي اتصال اخر، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، الاسم الكريم. محمد عيسى. محمد عيسى، مرحبا بك يا محمد عيسى. موضوع حلقتنا لهذه الليله عن تعز، انت تعرف ما تتعرض له تعز، سواء الامس واليوم و قبل منذ 6 أشهر وهي تتعرض لجرائم وقصف متعمد للمدنيين من قبل هذه الميليشيا الإرهابية. أتفضل الكلمة لك. هذا الإجرام كله الإجرام من آل عبد الله صالح من الفرش الذي أراه يكومن على الرئاسة وهي سكتها نزلته من الرئاسة وهو يريد يبيد تعز. إذا بقى تعز ويقول يمكن يوصل على الحكم ثانية. يعني تعتقد يعني أنه لا زال عفاش يكن بالعداء والحقد والانتقام على تعز لأنها شاركت لا بقوة في إسقاطه في 2011؟ نعم هو يريد يبيد تعز. إذا أباد تعز هو يفكر يظن نفسه أنه برجع للحكم من جديد، لأنه يعني كل شيء في تعز، تعز الحضارة، تعز الثقافة، تعز يعني هو أم اليمن، تعز أكبر المحافظات اليمنية وتضم كل المثقفين وكل العلماء وكل يعني ناس شخصيات بارزة. إذا بعدنا أفاش هذا هو يفكر كذا في ظنه أنه يرجع للحكم من جديد، لكن ماذا يجب عليه هذا الكلام؟ ماذا يجب على الجميع فعله تجاه تعز من أجل أن يتم إبعاد هذا الحقد الكبير الذي يكنه عفاش على تعز؟ كيف ما العمل؟ ما السبيل حتى نضمن حياة كريمة لأبناء تعز؟ يجب أن يتكاتب الشعب اليمني كامل في قيادة حكومة والتحالف والإعلام، يكون لازم أن يحاضر بقوة في هذا المجال لحتى يبعدنا السرطان هذا اللي موجود في اليمن. وصلت فكرتك محمد عيسى، شكرا جزيلا لك. معي اتصال آخر، السلام عليكم. أبو عبد العزيز، مرحبا بك يا أبو عبد العزيز، وحاول أن تسمعني من الهاتف. نعم أنا معك محمد، اسمعني. أيوة أسمعك والكلمة لك، تفضل. الله يعافيك، احنا نادينا منصور عدة مرات، يمكن 1000 مرة أنا أتكلمت علشان تعز، ولكن للأسف أنا سمعت محمد، سمعت أنا. نعم تفضل. احنا نادينا وناشدنا الرئيس بحا، رئيس الوزراء بحا ومنصور، ناشدناهم ولكن للأسف هم بيتبعوا المال، ما يتبعوا المقاومة، هم وقفوا مع المقاومة الصراحة. لما السعودية والله لما كان في معاوية يعني، بس الآن بحاح ما بيده شيء، رأس الوزراء ما بيده شيء، أنا عندي خبر كل شيء بيد الرئيس. الرئيس يعني يقدر يعني ياخذ سلاح، يعطيهم سلاح، هم ما يبغوا يعني مساعدة، لا يبغوا جيش، لا يبغوا السودان، يجوا من السودان. أبو عبد العزيز، أبو عبد العزيز، معقول يجيب من السودان من الصومال هذه رؤية حتى يجيبهم سلاح؟ قلنا للسلاح، والله السلاح أنا عندي خبر موجود باليمن الجنوبي تحت الأرض، سلاح مدفوع تحت الأرض، والله لو رمه، والله لو رمه لذابت بالنادي على عبتهم السلاح. ولكن بحاه للأسف الشديد، ولا أنا غلطان، الرئيس هادي للأسف الشديد غير قادر يجب أن يقدم استقالته. الرئيس هادي لما يقدر يوقف مع تعز، كيف الجيش العسكري؟ هو عسكري أبو عبد العزيز، الجيش العسكري ويسكن بالنعم، يبغى أبو الشعب اليمني. أنا اسمعني يا أبو عبد العزيز، أنا أصفاد المقاومة، المقاومة تعبوا، لا علاج لا دواء لا أي شيء لهم، ماذا يظلم من بحر؟ هم
يهمش المقاومة، هذا غمر البخير. أبو أنك لا تسمعني يا أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز يبدو أنك لا تسمعني، هناك تقصير نعم، لكن لا يجب نحن أن نطلق اتهاماتنا جزافا. وصلت فكرتك. ما اتصال آخر. السلام عليكم. معي مختار. السلام عليكم يا مختار، حاول أن تسمعني من الهاتف وأخفض صوت التلفزيون وتفضل، الكلمة لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. يا أخي يا أخي الحبيب، والله العظيم صراحة تعز، صراحة الدماء اللي نشوفها في تعز، والله يحرق قلوبنا حقيقة. أخفض صوت التلفزيون يا مختار. أول شيء عندي شهدائنا في تعز، تعز الذي تنزل حقيقة. تعز تنزل. نعم. يعني نرجو من الحكومة بصراحة أن تتدخل، تنقص تعز يا أخي، تنقص تعز صراحة. طيب هل الموضوع يعني على الحكومة فقط؟ هل هناك من واجبات على جهات أخرى من أجل مساندة تعز، تخفيف الحصار عن أو فك الحصار عن تعز وتحريرها من هؤلاء القتلة والمجرمين؟ نعم نعم يا أخي الحبيب، نتمنى والله نتمنى من كل أبناء الشعب في الشمال أو في الجنوب يا أخي ينظرون تعز حقيقة. تعز تعيش وضع صعب جدا. مختار شكرا جزيلا لك، وصلت فكرتك. تدعو وتحث على أن يكون للحكومة دور كبير في سبيل التخفيف عن تعز. المشاهد التي رأيناها بالأمس ومشاهد كثيرة رأيناها منذ 6 أشهر حتى اليوم مفزعة، يتقطع القلب لها. تفضل الكلمة لك. معي نبيل الفقيه، مرحبا بك يا نبيل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا احييك واحيي برنامجك واحيي القناه على دورها البارز في القضايا الوطنيه. الله يحييك ويسلمك. الشيء الاخر هو تعز، عندما نتكلم عن تعز والله اننا نستحي من تعز، نستحي مما يجري في تعز. الكل يعني الان تعز تعتبر مدينه منكوبه بما تعنيه الكلمه، من ابناء جدتها، من احسنت اليهم. تعز من ربت علي عبد الله صالح، تعز من ربته وهو كان مراهق، تعز من ربت اي اجيال من رب من وزعت لليمن الحياه عبر اكاديميها واختصاصها. اليوم تحرق وتباد ضرب عشوائي لا ندري باي عقليات. تعز محاصره من كل انواع الغذاء. طيب نبيل، نبيل نعم. لماذا كل هذا الحقد والانتقام؟ لماذا كل هذا القصف الوحشي على المدنيين؟ يعني الأهداف ليست يعني أهداف تقع فيها مواقع المقاومة، وإنما في شوارع تكتظ وتعج بالمدنيين والسكان. إذا قلت لك بعبارة بسيطة، لأن تعز هي اليمن، فإذا حررت ونهضت فستنهض اليمن بأكملها، لأن فيها جميع الكوادر وجميع الاختصاصات، وفيها ناس ثوريين، وفيها الطاقة المدنية، وفيها مشروع الحياة ومشروع الحضارة. تعز في ما يمارس عليها الآن، تعز هو حقد طائفي من مراهق مران ومن المعتوه صالح مناطقيا، هكذا هي المعركة تبدو إليهم. لكن تعز تقابل بذلك على أنهم مجرمين وميليشيات، وتقابل بكل ما استبسلت به إلى الآن 6 أشهر. تعز لم يستطيعوا يقتحموها، هم هي محاصرة، لكن القضية الأخرى أنها محاصرة من كل أنواع الغذاء والدواء وكل شيء. يا رجل عندما ترى والله أن واحد يتكلم إلي بكل ثقة أن امرأة لديها كيس بطاط، كيلو بطاط، فيأخذها من يدها وقال لها خلي المخلافي أو خلي المقاومة أو خلي دور التحالف يؤكلك، أي حق؟ لماذا وصلنا من هذا؟ تعز إنها اليمن الحقيقية، ولأنها هي ثغرة اليمن الباسل، وهي الذي أنبتت كل ما احتاجته الجمهورية في السنوات السابقة من قوانين وتشريعات وغيرها عبر متعلميها ومثقفيها من جميع التخصصات. الآن تباد لأنها ليست أي محافظة.
كذلك الإغاثة. أنا أرجو وأدعو إلى كل الخيرين وإلى كل المنظمات، لا 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 أدعو الحكومة اليمنية ولا أدعو الرئاسة ولا الوزراء ولا ولا، فهؤلاء قد غسل الأطفال أيديهم منهم، فما بالك بسكان تعز غسلوا أيديهم منهم. نبيل يرسل التعازي. نعم. أنا أدعو كل منظمة المجتمع المدني نعم. كل الخيرين أن تكون هبات شعبية لإنقاذ هؤلاء بالغذاء والمال. إذا نبيل الفقي وصلت فكرتك، تقول أنه تعز تتعرض نتيجة لمواقفها للمشروع الحياة التي تتبنت التي تبنته للنضال التي تقوم من أجله. شكرا جزيلا لك. معي اتصال آخر. معي عوض كعدل، مرحبا بك يا عوض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل الكلمة لك. كيف حالك أستاذ محمد؟ الحمد لله الحمد لله، نسأل الله أن يمن علينا بالنصر والفرج وأن يحفظ الله تعز وكل مدن اليمن من هذا الهجوم البربري الوحشي التي تقوم به ميليشيا الحوثي. إن شاء الله. الحوثيين يقتلون أبناء تعز بصواريخ الكاتوشة في أقل من دقيقتين، استشهاد حوالي 28 فرد وجرح 100 آخرين. أجلاء أبناء تعز متنازلة في الشوارع، والرئيس هذا يعزي أجر الشهداء. كان الأجدر بك يا سيادة الرئيس أن تصدر أوامرك لغادة الألوية النائمة في كل محافظات الجمهورية، وتنقذ أطفال ونساء وشيوخ ورجال تعز من الهجمة البربرية العطاشية الحوثية. ما جدوى هذه الألوية وما الفائدة منها إذا ما دفعت عن هذا الشهر؟ هذا أولا يا أستاذ محمد. نعم. ثانيا يا جماهير شعبنا اليمني العظيم، يا أحفاد أبطال ثورتي 14 أكتوبر نجيدة و 26 سبتمبر الخالدة، يا من ضحى أجدادكم بأرواحهم وطلب الاستعمار البريطاني البغير في جنوب الوطن والحكم الإمامي الكهنوتي في شمال الوطن، هل أنتم اليوم عاجزون عن الدفاع عن العرض والأرض وعن أنفسكم من مجموعة ميليشيا حوثية مسلحة قادمة من جبال مران؟ لماذا ترضوا أن تذبحوا على أيدي الحوثيين ذبح الجمال والنعاج؟ عليكم بالالتحام في جبهات القتال، احملوا سلاحكم الشخصي وموتوا في ميادين القتال مثل ما تموت الاسود وهي شامخه في كبرياء. عار عليكم ان تحملوا اكثر من 60 مليون قطعه سلاح وانتم تذبحون في غرف النوم وعلى ابواب منازلكم. ماذا تنتظرون من الرئيس عبد الله منصور هذه بعد 6 أشهر وتعز تدك عن بكره ابيها؟ لقد اعطاكم الشرع حق الدفاع عن انفسكم، فلا تموتوا موتة الجبناء بل موتوا موتة الأبطال والشرفاء. وشكرا جزيلا أستاذ محمد. شكرا جزيلا لك عوض. على الجميع أن يذود عن حياض تعز وعن حياض كل الوطن من هذه الميليشيا، من هذا السرطان الخبيث الكيان الذي تشرب الحقد والانتقام والجريمة. يعني كل يعني كيف من أين هؤلاء؟ من أي دين يأتون ومن أي ضمير قادمون؟ هؤلاء ليسوا لا 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 يموتوا للإنسانية بصلة. حسبنا الله ونعم الوكيل. معي حسين الحاشدي، مرحبا بك يا حسين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحييك أستاذ محمد وأحيي قناة سهيل. الله يحييك الله يحييك، تفضل. ثانيا الرحمة إلى أرواح الشهداء من أبناء تعز جميع أبناء اليمنيين، نسأل الله أن يرحمهم وأن يتقبلهم من الشهداء بإذن الله، ويكون بإذن الله مع ورفقاء مع الصديقين والصالحين إن شاء الله. إن شاء الله. ومن المحسن أن الحكومة والرئيس عبد الرب منصور وجميع أبناء اليمن خذلوا أبناء تعز. تعز اليوم تطفق بجميع الأسلحة الثقيلة، وأبناء اليمن يتفرجون على أبناء تعز والرئيس وحكومة بحاح. لا ينقصنا الرئيس اليوم يتصل باتصال يعزي الشهداء، نحن مستغنين عن الاتصال، نريد الدعم، نريد ان يحرك جميع الجيش، نريد التحالف ان يتجه نحو تعز تبسط. ومما يؤسف المناظر التي شاهدناها اليوم في القصف العشوائي البربري لابناء تعز، لماذا كل هذا الحقد على ابناء تعز؟ لماذا؟ انا كنت اريد ان اسالك. تعز خرجت في 2011 جد واحده ضد الحكم العطاشي، هل هذا جزاء أبناء تعز؟ لكن المؤسف من المؤسف الكبير. لماذا يا الأخ حسين؟ أنا أسألك يعني تعز تصدر لكل محافظات اليمن العلم، الحياة، الطب،
وغيرها من لماذا هؤلاء يصدرون يوميا، وليس يوميا بل في كل ساعة، الموت والقتل والحقد والدمار لهذه المدينة؟ لأن تعز هي بلاد العلم. تعز نحن نعرف أبناء تعز كلهم أبناء متعلمين، سلاحهم هو القلم. تعز هي أول المحافظات انتفضت ضد حكم عراش. تعز انتفضت ضد الحكم الجائر، وهو اليوم علي عبد الله عفاش والحوثي يوجه كل هذا الدمار لأبناء تعز، لأنهم الذين خرجوا أول محافظة ضد الحكم العفاشي الظالم. شكرا لك حسين الحاشري، وصلت رسالتك. طبعا هنا في صفحة تعز الآن صاروخ كاتيوشا يسقط قبل قليل في حي السلخانة بعمارة مدارس جيل الغد سابقا، وقريبة جدا من ثلاجة سعيد نعمان المخلافي، وتستمر مجزرة الكاتيوشا على تعز. وأيضا حساب اليمن الآن في تويتر يقول قبل جنيب واحد حصلت مجزرة البريقة وحر. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، معي وزير محمد. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير وعلى المشاهدين. مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين وعلى كل أبناء الوطن. تفضل الكلمة لك. نحيي المقاومة الشعبية بمحافظة تعز. تفضل. ألو، أسمعك. نحيي المقاومة الشعبية بمحافظة تعز، نحيي عمود المغلفي والعميد سرحان. يا وزير حاول ان تسمع. نعم، احيي كل المقاومين في جميع انحاء الجمهوريه اليمنيه. طيب يا وزير، كل ما تتحدث، كل التحيه التي تبعثها طبعا على عيننا وراسنا. انا اتحدث عن تعز، لماذا تقصف؟ لماذا كل هذا القصف؟ لماذا كل هذه الجرائم على تعز؟ نحن نستنكر هذا القصف، وكل المواطنين اليمنيين يستنكرون هذا القصف. ما الذي يجب علينا فعله؟ ما الذي يجب على الحكومة؟ ما الذي يجب على المجتمع الدولي؟ ما الذي يجب على المنظمات؟ عليها أن تقوم في دعم المقاومة الشعبية بكل الاتجاهات، في المادة، في المعنوي، في كل في السلاح، في كل ما يحتاجون. شكرا لك وزير، شكرا جزيلا لك. وصلت رسالتك. معي الآن اتصال آخر. معي اتصال آخر. السلام عليكم. محمد مصطفى العمراني يقول اخلعن عليك فتراب تعز من دماء أبنائها، سوف نستقبلكم بأحذية الشهداء إن سمح لنا ذويهم، وإن استقبلناكم أصلا. طبعا هكذا يقول طبعا مجاهد السلالي، لطفك يا رب. تعز قبل قليل سقط صاروخ على منزل في حي الروضة أدى لإحراقه، فتجمع الناس ليطفئوا، فسقط صاروخ آخر على نفس المنزل. ما هذا الحقد والإجرام؟ يعني شيء لا يمكن أن. معي اتصال. السلام عليكم. يوسف، مرحبا بك يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك أستاذ محمد؟ الحمد لله، تفضل الكلمة لك. أولا أحيي شعب تعز المناضل الصابر، أحيي قادة المقاومة الشعبية في هذه المحافظة، في هذه الحالمة، في هذه العرق الصامد. حي اليمن، النضال السلمي، النضال المسلح أو السلمي بكل أنواعها. فهذه المحافظة من تقدم في أي ثورة وهي السابقة في قول الحق وفي ردع الطغاة في اليمن أو في غيرها، فهي السابقة. وأحيي قادة المقاومة الشيخ حمود المغلافي والفندق صادق ويوسف الشراقي والحمادي وعارف جامل، ويقول لهم بفرن تسكتوا صوت الحق مهما قصفتم هذه المحافظة بشتى أنواع الأسلحة التي امتلكتموها من أموال الشعب ومن حق الشعب. دمرتم هذه المحافظة، ولكن إذا اهتز قبل صبر فسيهتز أصغر طفل في هذه المحافظة في قول الحق، في العلم والأدب، في السلاح. هم من يحملون الكأس، يد تحمل القلم ويد تحمل السلاح. فلن تكسروا هذه المحافظة الصابرة، فهي صامدة صمود جبال صبر، صامدة برجالها الأوفياء الأشاور. وحييهم تحية الأبطال الذين لا يقهرون مهما فعلوا الطغاة في هذه المحافظة، مهما دمروا، مهما قتلوا الأبطال، فهي أفعال جبناء لا يواجهون شروس الحق أو أسود الحق في الميدان، وإنما من وراء زي
من وراء ذي النساء يلبسون لباس النساء ويقذفون بالصواريخ من على جبال على هذه المحافظة الأبية الطاهرة. ونحن نحيي صمودهم الأسطوري الذين يسطرون أروع الملاحم في الجمهورية اليمنية بشتى أنواعها. فنحن نحيي الضالع لأنها انتصرت في بدايتها، ولكن نحيي تعز بصمودها لمدة 7 أشهر من الحصار، ولن 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 يذلونا ولن تنكسر هذه المحاورة مهما فعل الطغاة بتجبرهم. فنحن صامدون إلى آخر نفس في هذه المحاورة إن شاء الله. يبدو أن الاتصال انقطع. يوسف قاسم، وصلت رسالتك، معي اتصال. السلام عليكم. معي حسين عوض، مرحبا بك يا حسين. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسين، نحن نتحدث اليوم عن جرائم وحشية مروعة ارتكبتها ميليشيا الإرهاب الحوثية ومرتزقة المخلوع بحق تعز. برأيك لماذا كل هذا الإجرام والحقد على مدينة تعز وأبنائها؟ أحييك يا أخ محمد أولا، وأعزي أسر شهداء. تفضل يا حسين. أنا أحييك يا أخ محمد. الله يحييك. وأعزي أسر شهداء أبناء تعز، تعز الثقافة، تعز الحضارة. أنا أراهم كل يوم وأشلاهم على الأرصفة، وأرى في كل القنوات مذيعين ومحللين وكتاب صحفيين، لا أنكر هذا حقيقة وهذا شيء واضح. لكن للأسف الشديد، وأقولها للأسف الشديد، إن هناك قوى دائما ما تقدم تعز التضحيات في كل الثوات، ولكن للأسف الشديد في جملنا في تعز يهدون هذه الانتصارات إلى قوى فاسدة وقوى ظالمة. حسين، يا حسين، نعم. هل من اللائق أنه في هذا الوجع الذي ينصب على تعز والدم المسكوب على شوارعها والألم الذي ينتابها أن نتحدث بهذه اللغة، كيف أهل تعز يعني لا ننسى أن الجميع هناك من أهل تعز من انخرطوا في صفوف الميليشيا، هناك من انخرطوا في صفوف الميليشيا، العفافيش معروفين، لكن أن نشكك في نضال الآخرين. في ناس يختطفوا هذا النصر، أشخاص معدودين. أي نص؟ أحزاب تختطف أبناء تعز، دماء أبناء تعز في كل ثوراتهم، وتهديها إلى مشايخهم في صنعاء. لما سيظلوا أبناء تعز رحويين لغالقة. يعني يا حسين، أنت خرجت من الموضوع. أنت خرجت من الموضوع. نعم. أن يقتتل شخص ويقتطف دماءهم ويتاجر بها ويتزملها إمام أشخاص في صنعاء. أين صنعاء يا حسين؟ وين جن؟ وين عفاريت؟ يعني والله شيء مؤسف، أقسم بالله. يعني نحن نتحدث عن وجع وألم ودم وأشلاء وغيرها، وأنت تتحدث عن شيء آخر. يعني يجب أن نترفع، أن نرتقي قليلا، يعني أن نرتقي عن أحقاد الماضي، وأن نرى عدو واحد ميليشيا الحوثي والمخلوع وهي تفتك بأبناء تعز، تقتلهم بشكل همجي وبربري، ثم نحن نتحدث جهات أخرى. هذا غير لائق والله. شكرا لك حسين عوض. على أي حال، معنا فاصل. إذن قبل أن نذهب إلى فاصل نأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك حسن، تفضل. محمد سعيد الزرفاني. محمد سعيد. نعم، محمد سعيد الزرفاني. محمد سعيد الذبحاني، مرحبا بك يا محمد. حياكم الله أستاذ محمد، كيف الحال؟ الحمد لله. بطبيعة الحال تعرف موضوع حلقتنا لهذه الليلة، الكلمة لك، تفضل. أستاذ العزيز، في عندي رسالة موجهة من شقين إذا تسمح لي. نعم. الشق الأول من الرسالة إلى أهلنا في اليمن المحيطين بمحافظة تعز. أولا، يتم إرسال المقاتلين وتعزيز القوات الحوثية من هذه المحافظات بالذات، فنرجو منهم
أن يمنعوا صبيانهم وأطفالهم لعدم إرسالهم إلى هذه المحافظة، لأنهم يساهمون اليوم وغدا سيحاسبون على هذا التعزيز. هذا جانب. والجانب الثاني، نخاطب ونناجي مروءتهم وإنسانيتهم إن بقيت بالتحرك عن فك الحصار عن هذه المحافظة المظلومة والمحاصرة منذ 7 أشهر التي لم يدخل إليها الماء والغذاء والدواء، وهي أبسط مقومة الحياة. الجانب الثاني والشق الثاني من الرسالة. نعم. أستاذ محمد. تفضل. رسالتي الشق الثاني من رسالتي موجه إلى الرئاسة وإلى الحكومة، وهي ألم تكفي 7 أشهر لكم بفرصة مناسبة لنجدة وإغاثة هذه المحافظة وأهلها من أطفال ونساء أبرياء كي تجدوا ممرا آمنا لنجدتها وإغاثتها؟ نقولها وبأعلى أصواتنا الآن، نطالب واليوم وغدا نطالب، إذا لم تتحرك الحكومة والرئاسة فسوف ننادي بإسقاط الرئاسة والحكومة، وهذا حق من حقوق الشعب والشعب المظلوم في هذه المحافظة بالذات. وشكرا جزيلا. شكرا. وصلت رسالتك محمد الذبحاني. معي مشاهدي الكرام، نستمر في استقبال مشاركاتكم حول ما تتعرض له الآن الأمس واليوم وما تتعرض له من قبل منذ 6 أشهر تعز من مجازر بربرية وحشية ترتكبها ميليشيا العار الحوثية والعفاشية بحق سكان مدنيين، تقصف بكل همجية دون مراعاة لا لشيخ ولا لامرأة ولا لطفل ولا لمنازل ولا إطلاقا. هؤلاء لم يعد لديهم أي سقف أخلاقي ولا حتى ضمير، تجردوا عن كل القيم. سنتابع ونستقبل مشاركاتكم ولكن بعد فاصل قصير. تفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام في برنامج الكلمة لك، هذا البرنامج الذي نخصص فيه اليوم والليلة عن مناقشة ما تتعرض له تعز من انتقام وحقد وهمجية وبربرية وحشية من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع على سكانها وأحيائها السكنية الآمنة. خالد أرويشان رئيس وزير الثقافة الأسبق يقول: هل هذه تعز حقا؟ دخان الحرائق يغطي معالمها كما لم يحدث من قبل، تصبون حقدكم مرة واحدة لكنكم ستتلاشون كدخانكم العابر الغادر. بالفعل ستتلاشى الميليشي. معي اتصال. السلام عليكم. إخلاص الجلال، مرحبا بك أخت إخلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي الكلمة لك. استنكر بشدة مجزرة الكاتيوشا على تعز وأقول: دم الشهداء لا يذهب هدرا، وإنا نحن ماضون، وعلى درب النظام سائرون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه ونفس الروافض الإنقلابيون، هذه تعز يا ويل حتى تعز الموت من أجل الوطن رفع وعز. ونقول لهم: نحن حارقون الظلم، لقول الشاعر محمد محمود الزبيري: حارب الظلم مهما كان لقابه البراد أو كيفما كانت أساميه.
كهذا العناوين والأسماء وصلت الحركة الحوثية إلى صنعاء وتنزيل الجرعة وتغيير الفساد. تم خطف الدولة من قبل الحركة الحوثية والسيطرة على مفاصل الدولة والسيطرة على المؤسسات ونحن أسلحة الجيش وإنهاء المؤسسة الرئاسية، وهو الأمر الذي وصلنا إلى تدمير اليمن ومن جزات المكاسب الوطنية. ولهذا فإن تهميش وإقصاء المؤسسة الرئاسية والمرحلة الانتقالية الذي كانت تعتبر المسألة الحقيقي لكثير من حلول القضايا الجنوبية وبالأخص القضية الجنوبية، كون الجنوبيين شريكا أساسي في تحقيق الوحدة اليمنية وإنهاء القضن الذي لحقهم في الحروب السابقة بإعادة حقوقهم السياسية. فمن خلال هذا الوضع الذي وصلتنا الحركة الحوثية فإني أدين وأستنكر بشدة سلوب الإقصاء والتهميش الذي تمارسها الحركة الحوثية ضد شركاء العمل السياسي وبالأخص أخواني الجنوبيين وإصرار التحدي، وكأنهم مطلقة لا يملكوا الحقيقة والمؤهلات إلا هم، حيث لا يملكوا حقيقة إلا رقة الموت والقتل. ناسيونا أو لم يعيوا أو يدركوا إن الحوار هو الأرضية الصلبة التي يجب أن تنطلق من خلالها والمحك الحقيقي الذي يحل ما شكلنا ويخرجنا من الحساسيات التي تؤدي إلى ذات طابعنا الهدي وخلق واقع طائفي وأسرف النسيج الاجتماعي اليمني. ولهذا أدين الممارسات والأساليب التي تقوم بها الحركة الحوثية حسب ما يميله علي واجبي الديني وقناعتي الإنسانية، والله ولي الهداية والتوفيق. شكرا لك إخلاص الجلال، تحدثت بإجمال عن الوضع وعن ممارسات الحركة الحوثية الميليشيا المتمردة. معي اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والاسم الكريم. خالد الجعفري. خالد الجعفري، مرحبا بك يا خالد، تفضل الكلمة لك. نعم. أحيي شميل تعيشكم لكم، لماذا الآن الحوثي أراد الانتقال منها لأنها انقطعت، وأراد الحوثي أعطاه فكرة الانتقال ولكن لم يقدروا فتعد لهم بالانتقال. تعيش قسم شهداء دكتورهم ومهندة ناظر زيدي عميد عقيد طالب علم، تعيش الذي تشهد بالقصف العشوائي يمد محمد عبد الله كل يوم. أين استحالة إلى هذا الضحى؟ لماذا هذا السكوت على تعيش؟ عن يقدرك أنت، عن يقدرك أنت العصر ومن تتخليه الروضة الحلة الغربة، نرى تعج بالمرأة وأرى تبيت التشهد وأرى تبيت وصل حمق الضمك وأرى تعج بالمرأة، ولكن لا يبدا حيلة ولا عدل أي شيء تقدم من مدينتي، ولكن يصل دائما داعي لهم كمن سطر على الحيط وعطاش بإذن الله اليوم أو بعد اليوم أو بكرة أو بعدها. تحية لكل المقاولة بتعج من كل الشرفاء والنبلاء والأنبياء. تحية للشرحة مسيح المخلاقي الذي أرعبهم وأبعدهم في الميدان. تحية للعليم صادق فرحان، تحية لحياة دامن، تحية للحمادي، تحية للشمالي. أخي الكريم دعني أوجه رسالة إلى رحاح وهادي. نعم. تذكر يا رحاح عندما كنت أنت وهادي تحت رسالة الجبرية في صنعاء، لم تخرج مدينة لتتغر معاكم لإجلكم، لا أبين ولا عدن ولا حضرموت وغيرها من المحافظات. بثمن ثغرة تعز بمباراه يوميه تسالف برفع الرساله الجذريه عليكم، واليوم خرجتم الذين الذين لم تخدوكم كل يوم متاخير في دعم المقاومه في تعز لتنزل على غاف المدينه والمقالات عشوائي عن المدينه ويسقطوا ابرياء يا احاح يا هادي ويسقطوا اطفال ونساء الامثله لا حاولتم ساكن الا انتم من قبل المدينه الذي لم تخدوكم. اتمنى ان الرساله تتصل، والرساله الثانيه الى المدينه الخارجيه الدكتور ياسين، هل أنت يا رياض ياسين وزير خارجية عدن فقط أو وزير خارجية اليمنية الجمهورية الميليشيا الكامل؟ لماذا تخرج تتكلم عن تعز لكن ما كنت تتكلم عن عدن؟ اتق الله يا أخي، التاريخ لا يرحم. اجتمع القتل اليوم لأبناء تعز بسبب الميليشيات المخلوعة والأوتي، واجتمع هادي ورحاح بكرة الوعود الخارجة لأبناء تعز. ألا الناخب قضاء الحاكم الوكيل، هل هو هذا شرع القضاء يا حاكم الوكيل؟ أزلتم جنازيركم لقتلنا والله إنكم تتحاسبون على ذلك. شكرا لك خالد الجعفري، وصلت رسالتك. معي أبو يافع اليافعي، تفضل يا أبو يافع. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك عزيزي. والله يا سيدي العزيز، احنا شايفين هذه الكوارث
شايفين هذه الكوارث اللي بتحصل، ولكن بنقول لازم السبب. طبعا معنا رئيس ما شاء الله عليه، يعني شايف حتى المواعيد حقه لابوي وفي فيها، ومعنا رئيس حكومة نفس الطريقة فاشلين من راسهم لرجلهم، يعني مواعيد وتعز سد حرر خلال أسبوع وتعز سد حرر خلال أسبوع، ويلا وكلام وصبحنا وصبح الملك لله. لكن أنا أقول له تعز ما معكم الدعاء إلا لله الواحد لحد، زي ما دعوا السوريين ما لنا غيرك يا الله. العملية واضحة، أنا بقول دول التحالف لو في استراتيجية صادقة عندهم يسألون أنفسهم ليش عفاش حشد 13 لواء لتعز، 13 لواء كامل مكمل باعتاده من احدث الاسلحه ومن احدث اللقب في الحرس الجمهوري، حشدها في تعز. لماذا هم دارين بالكلام هذا؟ ليش؟ فالقضيه قضيه يعني تخاذل معروفه الشغله لا اقل ولا اكثر، ولا المساله يعني خلوهم. طيب يا اخي سلح الناس، ما لم يا اخي لا حقك من الناس هذا ما مع اهل تعز الا انهم خلاص يقول للجماعه يا اخي خشوا ما عندنا مشكله، احنا خلاص صارنا العمليه يعني فلك وبيع وشراء، فاحنا ما في داعي احنا نجلس نضحي، يعني اولادنا راحوا ونسائنا وشيباننا والناس تتفرج علينا. فنصيحتي للاخ حمود المخلافي، طبعا هو اللي هو موجود على ارض الجبهه، وللرجال المقاومه إذا كان شافوا وحسوا إن العملية عملية تخاذل هذه، بمعهم الله أنهم يصلحون أمورهم مع الشياطين، مع شياطين العفاش وشياطين الحوثي. هؤلاء أبو يافع، حتى مثلا حتى لو حصل ذلك وهذا لن يحدث ولن تنكسر تعز مهما حصل لها من خذلان، يعني كيف هؤلاء أصلا لا عهد لهم لا ميثاق، يقتلون بكل همجية وبربرية، كيف يمكن لنا نحن اليمنيين أن نساند تعز، أن نحاول أن نخفف من حصارها من ألمها؟ سيدي العزيز يا أخ محمد نعم يا أخ محمد، العملية الآن تعز أصبح يعني حديث الناس في اليمن، يعني تعز المحافظة الوحيدة اللي بتبات. شوف في حرب في مارب ما سمعنا فيها، حرب بالجوف ما سمعنا فيها، وقعد في حرب في عدن وانتهت، وطول الإماراتيين لا 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 كرش قالوا خلاص البترول خلاص ما عاد معنا بترول عشان ندخل تعز، هذا ما يصير. يعني إذا كان العملية عملية بيع وشراء أو عملية نوايا سيئة، فما حد على 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 شعبه ولا على على جماعته. شكرا لك أبو يافع اليافعي، لم يعد لدينا من الوقت، كنا نتمنى أن يكون لدينا المزيد من الوقت للاستماع لرأيك ولآراء العديد من المشاركين، لكن لم يعد لدينا من الوقت. لابد لنا أن نساند تعز على كل من له مسؤولية، سواء حكومة أو رئاسة أو منظمات، أو علينا مساندة تعز، علينا تخفيف وكسر الحصار عن تعز، ودعم مقاومة تعز بالسلاح النووي حتى تستطيع أن تطهر هذه المدينة من رجس هذا الورم السرطاني الخبيث، مرتزقة الحوثي وميليشيا عفاش. تعز تنزف ولكنها باقية وصامدة، ولن ترضخ ولن تركع، وبإذن الله النصر قريب. شكرا للجميع، مع فائق تقديري لكم، في أمان الله.